ما هو فين، معلش كابتن عادل، واحده واحده عشان دي نقطه في غايه الاهميه. لما اجي اقول ان انا الفينال بتاعي وحش جدا، رغم ان انا اللعب بتاعي ممكن يبقى فيه استحواذ وماشي يعني بشكل كويس جدا وتكتلات وبتوصل يعني احنا امبارح 22 تقريبا هجمه كانت لعجول، يعني 22 لو انا ارقام الماتش اللي قبليه 19 فرصه. طيب مشكلتي دلوقتي عشان بس نبقى واقفين عندها، انا نو واي اجي اقول دلوقتي اي حاجه خاصه بسواريش، بس الراجل لسه بيشوف، الراجل لسه طبعاً بيدرس. فالمشكله لانها متكرره قبل كده كمان حصلت كتير جدا شفناها في اللعيبه. طيب ايه يعني بخبره حضرتك برضو، وهنرجع بالاجيال السابقه، لما بيبقى في مشكله زي كده دي بتبقى مشكله في اللعيبه في انهي جزئيه بالظبط؟ جزئيه فنيه، جزئيه يعني نفسيه، زي ما حضرتك قلت ضغوطات مثلا، دلالات، يعني خلينا نفهم. الفريق هنقول 30 لاعب، في نوع مجهد جدا، وانا قلت قبل كده برضو اللي لعب 90 مباراه زي السوليه وحمدي فتحي اللي هم لعبوا منتخب ولعبوا كاس عالم انديه ودوري وكاس بقالهم سنتين، وفي نوع تاني مش مجهد بس مش جاهز، ما بياخدش ماتشات كفايه، فبيبقى فاقد الثقه وفي نفس الوقت لياقته البدنيه لما بنحتاجه ما بنلاقيهوش. الجزء في جزء تاني من كتر الدلع او كتر ال 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 النادي الاهلي بيدلع المدير الفني، لما يكون انا بغلط وما بيوجهنيش مره واثنين وثلاثه، يعني احد اللاعبين. حضرتك بتقصد مع موسيماني بقى؟ مع موسيماني طبعا الجهاز ده، يعني تحديدا مع موسيماني الجهاز ده لسه اشتغل. لا ما هو فايلر كان معانا برضه قبلها، لا موسيماني اكتر واحد في مصر اشاد موسيماني. انا سوري اشاد اكتر واحد اشاد موسيماني، اوكي مقتنع بيه مليون في المية. لكن الراجل عنده أخطاء، نقول خطأين ثلاثة، لكن الراجل 95% نجاح غير طبيعي. في جزء الثالث، أنا قلت الجزء الأولاني اللي هو المجهد أصلا، تمام، ودول قليلين ثلاثة أربعة، وفي جزء مش جاهز ما بياخدش ماتشات ودية، وفي جزء آخر مش عارف قيمة فانيلة النادي الأهلي. معقولة؟ والله دي نقطة صعبة قوي، صعبة 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 جدا. والدليل على كده اللي يحس بتحركات اللاعبين في الملعب ويبقى شاعر بالجمهور اللي موجود في البيوت. صحيح ما فيش جمهور في المدرجات، لو في جمهور في المدرجات ما كانش يبقى ده الحال، لأن أنا لما يبقى مطلوب مني إن أنا بدافع بطريقة معينة وبهاجم بطريقة معينة وتبقى الكرة بتجي لي مرة واثنين وثلاثة وأنا المرمى فاضي، وبعدين أحطها بالشكل ده وأنا مش مجهد. طب أنا ما بقولش أسماء، الأسماء دي أنا ممكن أقولها في النادي، ممكن أقولها في أوضة مقفولة، لكن بتمنى اللعيبة اللي هي يعني أنت حزينة وأنا حزين وكلنا الجمهور الأهلي كله حزين نتيجة إن فيه نوع من الاسترخاء شوية، ما فيش الروح دي من أول دقيقة.